فعلى بركة الله متبع القناة، قناة شوف تي في، صباح الخير لكم في هذا البث المباشر. مرحبا بكم معنا، عيدكم مبارك سعيد، لكن أجواء العيد متبع القناة أصبحت أجواء لغريبة وفيها شوية ديال الكآبة. فالمصلات متبع القناة بربع المملكة بعد ما كانت عامرة بالمصلين في وصلات العيد، شوفوا الأجواء متبع القناة داخل هذا المصلى ديال صلاة العيد بإقليمي تازة. هانتم متبعين قناة شوف تي في. ولات كلها فارغة أصدقاء القناة، هناك تلقى آلاف ديال الصفوف المصلين متبعي القناة، لكن العيد مع كورونا فقد الطعم ديالو، فقد الطعم ديالو، فقد حتى داك الجو الروحاني ديالو. فعيدكم مبروك متبعي القناة، ونتمنى خير عند الله، ونتمنى السلامة والعافية للجميع. فما عسانا أن نقول الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. هذه هي مصلى ديال إقليم تازة متبع القناة، هنا كيكون جو روحاني أيام العيد، جو ديال صلاة العيد متبع القناة كيكون جو جميل ورائع، لكن الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء من المملكة المغربية متبع القناة. أقولها جو كئيب هنايا في هذا الصباح اللي سوى صباح العيد جو، لكن نتمنى يصفى علينا البلاء من المملكة المغربية، ونتمنى القضاء على الكوفيد 19، ونتمنى درس الكوفيد 19 درس يكون تعلمنا منه، ونتمنى نحميو صحتنا، ونتمنى نلتزموا التدابير الاحتياطية ديالنا. فالكوفيد 19 كما كيعلم الجميع كوفيد اللي خلى اثر على جميع ربوع العالم وقاس البشريه جمعاء، لكن حصد ارواح، حصد وفيات، حصد اصابات، حصد خلف احزان، خلف ماسي، لكن مشيئه الله غادي نغلبوا هذا الوباء. متبع قناه شوف تي في، فنتمنى الخير من عند الله، نتمنى السلامه والعافيه للجميع. هذه هي المصلى متبع القناه اللي كيوقع في اللي كتكون فيها الطقوس الروحانيه وصلاه العيد، يعني صلاه الجماعه، لكن المغرب بدون صلاه العيد متبع قناه شوف تي في، ذلك الالتزام بالتدابير الاحترازيه والخوف على صحه وسلامه المغاربه والمسلمين متبع القناه. فالله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكه المغربيه، نتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية لجميع أصدقاء قناة شوف تي في. كتكون هذه عامرة بالناس، كتكون هذه كما كنقولوا صفوف وصفوف 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 حتى لآخر خط لهيهات لمحادي للطريق، لكن متبقا شاءت الأقدار أن كورونا تمنع الصلاة متبع القناة، وشاهد الأقدار أن الحكومة تقرر منع صلاة العيد احترام التدابير الاحترازية وكذا الخوف على ارتفاع نسبة الإصابات بالكوفيد 19 أصدقاء قناة شوف تي في. فما عسانا أن نقول الله يرفع علينا سيد ربي هذا الوباء وهذا البلاء من ربوع المملكة المغربية، نتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية للجميع أصدقاء قناة شوف تي في. هذه هي مصلى متبع القناه ديال العيد، هذه هي مصلى اللي كيكون فيها صفوف المصلين متبع القناه شوف تي في، وهذه هي مصلى للناس كياخذوا الصفوف ديالهم الاماميه لاجل صلاه العيد، لكن متبع القناه شوف تي في لا طايره يا طاير ولا مصلي يسير هنا متبع القناه باستثناء مراسل قناه شوف تي في. كنقول لكم الوقائع والاحداث، فالله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية، وعيدكم مبارك سعيد أصدقاء القناة شوف تي في. ما جينا ما لقيناش وقائع صلاة العيد الفطر، لكن نتمناو هذا الوباء يترفع لنا من هذه المملكة المغربية، ونتمناو آمنين من الله
اننا نقضيه على الكوفيد 19 ووباء كورونا. المغادره ديالنا متبعي قناه شوف تيفي بعد ما شفتوا هذه الاجواء اللي مشحونه بالحزن، اقولها مشحونه بالحزن، لحقاش اشقنا لصلاه العيد متبعي قناه شوف تيفي، اشقنا لصلاه العيد متبعي قناه شوف تيفي. فالله يرفعنا الوباء وهذا الوباء من هذه المملكه المغربيه. اصدقاء القناه، من قلب اقليمي تازه، استودعكم الله.